يفرض مشروب اللبن البارد وجوده بين المرطبات بعد أن شاع تناوله قرب المتنزهات والأسواق. محمد الذي نقل هذه المهنة إلى مدينة الموصل يتحدث عن طريقة صناعتها واختلاف تسميتها بين الروبة واللبن أو الشنينة. أنا تعلمت هاي الشنينة ببغداد، احنا نسميها روبة يا لبن، وجيت للموصل باوعت أهل الموصل ما عندهم ما حد يبيع لبن. والله قلت خلي سوي هاي الفكرة، والحمد لله والشكر سويت هاي الفكرة ونجحت بنجاحي الكبير، وبعت شنينة احنا نسميها روبة يا لبن بغداد، بس هنا سموها شنينة، والحمد لله والشكر. اول فرع انا فتحته بالموصل، والعالم كله تعلمت مثل من عندي، اهل الموصل تعلموا هسه وين ما تروح تلقى هاي الشنينة يسووها. يعد التركيبة الخاصة من عدة مواد، أبرزها اللبن الرائب المدخن الذي يعطي نكهة مميزة بالإضافة إلى أطعام أخرى تجتذب الزبائن لمذاقها. هاي الطاسة قدامكم، خلي ربع كيلو مال غنم، والعالم قامت شنو تريد مدخن، وأنا عندي معاميلي الحمد لله والشكر الله رزقني، ورحت لهم قلت لهم يابا العالم قاموا يريدون مدخن، والعالم الحمد لله والشكر قام يشتغلوا لي مدخن. هسه عندي اني روبا يا لبن مدخن، اللبن مال غنم، والعالم الحمد لله والشكر تعلمت علي، وما اقول لكم الطعام الا فشي، ونعناع اخلي لها، ونوم حامض وملح، ولا مندوزي لحب، يعني اخلي لها اشكال والوان، العالم تعلمت علي. وبعد ما اقول لكم الحمد لله والشكر، اللي يجيني واحد قام يجيب اهله وياه، الاهل قام يجيب قرايبه وياه، والحمد لله والشكر مثل ما تشوفون العالم هسه قدامكم، العالم تعلمت علي. ورغم إعداد الشنينة في المنازل مع موائد الطعام، إلا أن صناعتها تختلف بالنكهات التي تضاف لها وطريقة التحضير التي لاقت استحسان جميع من جربوها. دائما احنا نجي نتعنى على هذا المكان، هذا الأجواء الحلوة المغربية، دائما طلعنا السوق نتعشى ونكمل نجي على الشنينة. الشنينة يعني شنو وجبة مشهورة مفضلة بالنسبة لي يعني. فدائما ورا الأكل دائما نشوف شنينة فضلها يعني. الشنينة الموصلية تمتاز بجودتها، بجودة لبن الغنم أكثر شيء، وتحط عليها النعناع والنومي حامض. بس خليني أذوقها أول مرة أخشى على شلون طعمها يعني، ما ممتازة كلش حلوة عاشت إيدهم. يعول محمد على عربته المزينة في اجتذاب زبائنه كوسيلة ترويجية لمشروعه البسيط، والاعتماد على مثل هذه الأفكار والابتكارات ضمن الإمكانيات المتاحة تفتح نافذة لإيجاد فرص عمل وتحد من البطالة المتنامية. أنس الشرقي من الموصل، قناة رشيد الفضائية.